موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا طيب من القول
وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
السجود
Oh.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرنا تشكرون لن ينالوا
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
لله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. فيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما يتيما ذا مقامة
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله.